السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي اليومي المباشر لكل زمان ومكان، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور شكري المجولي إمام مسجد شمال لندن والإمام والداعية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أخي عدنان، ومرحبا بالسادة المشاهدين. حياكم الله. نعم، نحن نستقبل أسئلتكم عبر هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج fatwa@alhiwar.tv. فضلت الشيخ، من جملة ما يتحدث عنه المصلون ويكثر السؤال عنه في رمضان قضايا مرتبطة ببعض الأحكام في فقه الصلاة والوضوء، وبين فريقين، بين من يقلل من ذلك ويقول يا جماعة يعني هنالك قضايا كبرى تشغل الأمة وأنتم ما زلتم تتحدثون عن قضايا مرتبطة بوضعيات الصلاة ووضعيات ويعني تفاصيل الوضوء، وهناك آخرون يقولون أن لدينا في الأمة فريقين، فريق متشدد وفريق جاهل في هذه المسألة. هل من توجيه ابتداء ولنبدأه بمسألة الوضوء، يعني من خلال تجربتك، من خلال اطلاعك على الناس في هذه القضايا، ما النصيحة في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أمر العبادة هو أمر توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج، لم يترك شيئا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا وهدانا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أي الإنسان لا يبتدع من عندياته في مسألة الصلاة. وهذا فريق، نحن هنا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يغالون وقد يتشددون وقد يبالغون في بعض السنن وفي بعض هيئات الصلاة، بعض الناس لا يحسن الوضوء وبعضه كذلك يغالي في الوضوء. لذلك جاء أحد إلى ابن القيم الجزري رحمه الله وكانت لحيته كثة وطويلة، فقال يا إمام إنني يا شيخ أنني أغسل لحيتي وأخليله ولكن الماء لا يدخل. قاله أنصحك إذن أن يعني أن انقعها في الماء، بيتها في الماء. قالوا خليها في الماء بإذن. فهذا نوع من الغلو. كذلك الإنسان حتى يبقى يدلك حتى تحمر يده، هذا كله من الغلو وهو من وساوس الشيطان. هذا مدخل إلى هنا، الشيطان يستحوذ على الإنسان ليصرفه عن حقيقة العبادة وعن حقيقة الوضوء. نقول لهؤلاء ولهؤلاء يعني دائما الإنسان يحاول أن يكون وسطيا معتدلا في كل شيء، في صلاته، في وضوئه، في عبادته، في كل أحواله، لأن هذه الأمة هذه عرفت بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هنا استحضر هذه، لما أراد الحسن والحسين أن يظهر لشيخ كبير أنه لا يحسن الوضوء، فما أراد أن يسيء إليه، فقال له يا عم أنا وأخي سنتوضأ، ولكن قل لنا أينا أتقن وأحسن وضوءا. هم أراد أن يعلمه دون أن يخدش يعني كبرياءه ودون أن يحرجاه، فابتكر هذه الطريقة، هذه المعاني، كيف هم يعلمانه الوضوء. طيب، دون أن 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 يشعر بالحرج. إذا القصة الأولى يعني مسألة أولئك الغلاة في المسألة، والثانية تتعلق بعندما تلاحظ خطأ عند غيرك تحاول أن تصححه بطريقة أكمل لك يا قصة الحسين. نعم. فلما قال خلاص توضأ وأنا سأراقب وضوءكما، فلما توضأ قال والله أحسنتما وأنا المسيء. فعلمه بطريقة يعني كما يقول دبلوماسية ومؤدبة، فيها من الأدب ومن الخلق الجميل الرفيع الذي تجنب فيه إحراج هذا الرجل. أحيانا أحد ينصحك ولكنه يفضحك، لأن أحيانا النصيحة تكون كما قال الملأ هي فضيحة. فالإنسان دائما يتوخى الأسلوب الأمثل والأجمل والأحسن من أجل إسداء النصح للآخرين، دون بعيد عن الإحراج وبعيدا عن هذه الأشياء التي تجعل الإنسان قد يتحرج أو يشعر أحيانا قد تأخذه العزة بالإثم، لأنك لم تختار الأسلوب الأمثل والأجمل من أجل إسداء هذه النصيحة، فتأخذه العزة بالإثم ويكابر. لماذا نحن دائما يغلب علينا أننا نغرق أماكن الوضوء بالمياه أثناء وضوئنا؟ هذا من الإسراف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف والتبذير في الماء في الوضوء، ولو كنت
على نهر، يعني على ضفاف نهر جار. عليك جار، عليك أن لا تسرف وأن لا تبذر، لأن الماء سبحان الله هذه نعمة من نعم الله سبحانه، يجب أن يحافظ عليها الإنسان وأن لا يبذر وأن لا يسرف في استعمال الماء. نعم، لذلك نحن ينقصنا الفقه. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بل يغتسل في يعني في إناء قليلا من يعني يغتسل، يعني يغتسل يغسل جسده كامل صلى الله في إناء يعني، وكذلك كان يتوضأ بأقل كمية من المياه. أحيانا نحن نفتح الحنفية فيسير، لو وضعت إناء كبيرا لا وسعه ولا امتلأ ذلك الإناء بهذا الماء، هذا إسراف. لذلك ناهيك عن قصة السلامة الشخصية، لأنه ممكن يتعرض للانزلاق يعني. طبعا كم من واحد، أنا أعرف رجل يعني توفي، أنا رجلا مغربيا والله منذ مدة، فكان يعني تعثر في الماء في الماء في نعم في المسجد في بيت الوضوء، فمسكين تكسر يعني حوضه وبعد ذلك توفي مسكين. يعني في تحت حوادث يعني، وهذه لابد من مراعاة هذه الأحوال. الإسلام جاء ليحافظ على الناس لا لي يعني يقتل الناس، لا، لابد أن يحافظ الإنسان وأن يلتزم بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي، كيف كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم وكيف كان يغتسل، كل هذه حقيقة نحن لا مسألة. أنا من تجربتي وملاحظتي أنه في ناس بين فريقين، بين من لا مسألة الخف أو الجورب السميك، بين قوم لا يمسحون على الخف نهائيا، يعني وين ما إجا يتوضأ بتلاقيش نزع كل ملابسه، وأحيانا في أماكن قد يكون النزع يعني المسح على الخف أيسر، خصوصا أنك إذا أنت بتستخدم أماكن عامة في أسواق تجارية هنا في الغرب، يعني هم لا يحبوا أنه شخص يرفع قدمه على 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 المغسلة يعني كثير من هذه الأماكن. وبين فريق آخر تجده يعني دائما المسح، حتى لو كانت يعني ما يلبس في قدميه غير مناسب لذلك، يعني نريد توجيه في هذا السياق. في مسألة المسح على 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 الجوارب، هي ثبت جاء في السنة وجاء في الحديث، لكن بعض المذهب المالكي والمذهب الشافعي يرون أن يكون من جلد وأن يلبس وأن يمشي فيه الإنسان بعض الشروط، ولكن الحقيقة فيها هي جاءت هذه النسخة من أجل هذه، هو ترخيص للتيسير على على الناس. فإذا ما نحن استجبنا أو توقفنا أو أخذنا ببعض المذاهب الفقهية التي تتشدد في المسح على الخفين أو على الجوارب، فسيشق على الناس كما قلت في ذكرنا في المطارات أو في مؤسسات في البلدان الغربية أو في الشتاء، حتى في بلداننا أحيانا يكون الشتاء قارسا والماء باردا، فلا يستأذى الإنسان عندما يعني يغسل رجليه من أجل الوضوء. فنقول إنسان في شروط الخف أن يكون كما قال ابن تيمية، أن يكون من قطن أو يكون من صوف أو يكون يعني تتوفر فيه هذا الشروط، فلا حرج من أن يمسح الإنسان. بعض الناس الذي يمسح لا الذي يرفض المسح على الجوارب سواء كانت من قطن أو من صوف أو من غيرها من هذه من هذا القماش أو من هذه الأنواع، وبعضهم كذلك يتساهل، فتجد بعض النساء يمسحن على هذه الجوارب الخفيفة، هذا لا يجوز، التي تظهر هذا الشفاف هذا هذا لا يجوز النساء الشفاف. نعم الشفاف هذا لا يصلح للمسح، وإنما الجوارب الذي يكون في من قطن أو من صوف فيمكن أن يمسح عليه الإنسان تيسيرا له، خاصة في بعض لا يعني أن نغرق الجوارب. طبعا هو المسح أن أنت نعم أنت لا تغسل، هذا تحول من مسح إلى غسل، وإنما أنت تبلي يديك بالماء. بالعكس يصير مسألة من مسألة أسوأ، لأنه إذا الجوارب هذا مبتل رائحته كريهة وسيؤذي الناس المصلين، فهل هو مسألة حقيقة هي بسيطة جدا، لكن علينا أن نفقه هذه المسائل كي نعود الله سبحانه وتعالى على تجربتكم. هل هنالك من ملاحظات أخرى تود الإشارة لها في مسألة الوضوء مع ملاحظاتك لعموم ما يقوم به المسلمون؟ طبعا أحيانا تتوضأ فتشاهد بعض الناس لا يحسنون الوضوء، أحيانا يغسل يديه هكذا يعني يعني مجرد ما أحيانا يضع يده يعني تحت الصنبور الماء الحنفية ودون أن يدلك ودون أن يمرر يعني، وهذا على المجهة. بعض الحيات أحيانا بعض الناس يمسح رقبته هكذا لا يكتب مسح الرأس منه، وهذه لا أصل لها يعني يمسح يعني بعد مسح الأذنين نعم ما فيه. ففي أخطاء كثيرة الحقيقة نحتاج إلى بيانها من خلال تحتاج ما إلى
إلى بعض الأخطاء في الوضوء في الصلاة، كذلك أن بعض الناس يصلون فيؤذون إخوانهم من المصلين. خلينا نحكي بالله بملاحظات الصلاة قبل أن نفتح المجال للأسئلة. يعني من بعض الناس الآن نحن صلاة التراويح يقف المرء ساعة كاملة بجوار مصلي آخر يعني. نعم، أولا نقول الإنسان عليه إذا يعني هذا بيت من بيوت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، ونحن ضيوف الرحمن، والله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى خرج من بيته توضأ، عليه أن يلبس لباسا نظيفا وأن يتطيب، ولأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن بعض المصلين، وكذلك أتحدث عن أولئك من بعض المصلين، يعني أتحدث عن المدخنين، أحيانا يدخن يصلي بجانبك شخص يدخن، فأنت لا تصلي في تلك الليلة، أنت عقوبة. هو هذا نعم قد سلط عليك عقوبة. نقول له لا، اتقوا الله ولا تدخنوا إذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال من أكل هذين من الثمرتين، يتحدث عن الصوم والظرف، فل يعني لا يقرب مصلان هذا، فكيف هذا أسوأ من رائحة الثوم والبصل. نقول لهؤلاء أولا عليه أن يتطيب وعليه أن يغسل فمه، والحمد لله المطهرات هذه موجودة وهي كثيرة، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والملائكة ذلك تصلي مع المؤمنين، فأنت تؤذي البشر والملائكة، وهذا أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد نهينا عن إذاية المؤمنين وعن إذاية الناس عامة، أن إذاية الناس عامة، هذا أمر. أمر الآخر هيئات الصلاة، أحيانا واحد يدخل في الصلاة فيقف يجلس جلسة، يعني أحيانا يصلي هكذا قد يخنق، وأحيانا مرفقه هذا يكون في عنق أخيه أو في وجه أخيه إذا كان أقصر منه. نعم، فأنه يؤذيه. كذلك في الجلوس في التشهد، أحيانا إنسان يتورع أو يفترش فأنه يتكى على الثاني فيزعجه مسكين الثاني، وقد بثقله وقد يكون ما شاء الله أتاه الله بسطة في الجسم، فكل كل جسمه وهو يعني متكئ ويكون متكئا على أخيه فيؤذيه، فلا يشعر لا بلذة العبادة ولا بلذة المناجاة ولا بأي لذة التي يشعر بها الإنسان وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة، أحيانا كذلك تكبيرة الإحرام، بعض الناس هو تكبيرة الذي يكبر بصوت مرتفع ويرفع ويجهر بالتكبير هو الإمام، أما المأمومون فعليهم أن يسروا بتكبيرة الإحرام، أن يسمع نفسه، لأنها فوضى تتحول الله أكبر الله. كذلك في السجود والركوع، عند الرفع من الركوع أو عند السجود، كل هذه أخطاء يقوم بها المصلين، يرفعون أصواتهم. تصديق لكلامك، لما يرفع صوته أنت تعتقد أن الإمام أراد أن يجلس أو أن يسجد. نعم، فمن لا يرى الإمام يكون في الخلف قد يسبق الإمام. نعم، وهذه كلها أخطاء نرجو أن ينتبه المصلون إلى هذه الأخطاء التي هي تفسد العبادة الحقيقة وتزعج الآخرين. طبعا بحكم صلاة التراويح أحيانا لا يتم بعض المصلين كل الركعات، فتجده ينسحب بعد الثانية أو بعد الرابعة، أحيانا الصفوف تمتلئ يعني بعد أن يشرع الناس الصلاة، فتجد أمامك فراغا. بعض المصلين أجدهم يتحرجون، يعني يبقي المكان فارغ أمامه في الصلاة ولا يتقدم لشغر ذلك الفراغ. لا، هذا من الخطأ، قلنا من قلة الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا انظر إلى أمر يسير وسهل، تسد الفرجة هذا الفراغ بينك وبين أخيك أو في الصف الذي أمامك، يعني عليك أن تسد هذه الفرجة وأن لا تتركها، هذا الأمر. فلابد الإنسان أن يعرف هذا. كذلك أحيانا بعض الناس يعني يظنون بأن المرور بين الصفوف هي تقطع الصلاة، لا، سترة الإمام ستر لك، أي الإمام فقط، أنت لا تمر بين الإمام، أما بعد الإمام تستطيع أن تمر بين الصفوف حتى وأن تخرج، وهذا يعني لا شيء فيه، وقد فعله الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مجال يخرج إلا إذا مر أمام الناس. بالضبط، إذا مر أمام الناس. كذلك نقول لإخواننا الذين سيصلون ركعتين أو أربع ركعات ثم بعد ذلك ينصرفون، عليهم أن لا يتقدموا، سوف علي أن يتأخر حتى كي لا يزعج الآخرين. يعني كل أشياء هي سيرة يستطيع الإنسان أن يخرج من هذه الخلافات أو من هذه الأشياء التي تفسد. يشكو بعض القائمين على المساجد الذين يحاولون تنظيم الأمور في صلاة التراويح وغيرها من سوء تعامل بعض المصلين مع المتطوعين الذين ينظمون مثلا حركة اصطفاف السيارات أو ينظمون الأمور الإدارية المرتبطة في المسجد حتى يكون الأمور مرتبة وتكون الأمور فيها عدالة مع الجميع.
فما أدري يعني ما الذي يحدث، لماذا تكون لدينا أخلاق معينة مع ذلك المتطوع الذي ينظم لنا اصطفاف السيارة، ثم ندخل ونشرع بتكبيرة الإحرام ونناجي الله تبارك وتعالى. فهذه من 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 المثالب ومن السلبيات، بل من التناقض أحيانا الذي يعيشه المسلم بين وهو يصلي. ديننا دين النظام، يعني صلاتنا فيها نظام والحج فيه نظام، وكل العبادات التي نمارسها إنما هي جاءت وفق منظومة تربوية وفقهية عظيمة نفيسة جليلة جميلة، ولكن لنا نأخذ بها أحيانا. أن هؤلاء الذين ينظمون هؤلاء هم متطوعون، لكن يريدون لك الخير ويريدون أن يكون الإسلام سبحان الله، وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الصف المتراس كما قال النبي اصطفوا كما تصطفوا الملائكة. فهذا هو يريد أن نستكمل جمالية الصلاة، لأن الصلاة فيها جمالية، ليس مجرد هذا الاصطفاف وهذا الوقوف، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالصلاة بنيان مرصوص، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال اصطفوا كما تصطفوا الملائكة بين يدي الله سبحانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه مظهر جمالي للصلاة، وأنت تقف بين يدي الله في صف واحد، يعني الكتف مع الكتف. طب هذه هي الكتف مع الكتف، والقدم إلى القدم ليستوي الصف. فعليه هو يريد أن يلصق قدمه وإصبع رجله بقدم وإصبع رجل من هو بجانبه، والبعض الآخر يرفض ذلك. أنا أحيانا أشعر أنه مثلا شخصيا أشعر أنه فيها نوع من الإزعاج لما هو بيلصق رجله على رجلي، يعني ما بعرف. نعم. وبنفس الوقت بشعر بالحرج لا أكون أنا معترض على إشي من السنة. نعم، الإنسان عليه أن يراعي ظروف الناس وأحوال الناس. بعض الناس مرضى قد لا يتحمل يعني أن تلصق رجله برجلك، فإن هو أنت فعلت، أقول بعض الإخوة إن أنت فعلت وهو يعني ابتعد قليلا اتركه خلاص، أنت فعلت ما عليك. نعم، هو أنا هنا يذكرني أحد الأخوة قال تعرف أخونا من باكستان وبنغلاديش يتركون هذه الفراغات بين المصفف هكذا يعني، فأحدهم هو كلما مدى تابعه فتابع حتى رفع فوقف على قدم واحدة، قال يعجبك هكذا يعني صلى على قدم واحدة، يعني أزعجه فرفع قدمه الأخرى وصلى على قدم. لا، هذا ليس إن أنت فعلت وابتعد عنك وشعرت بأنه نعم خلاص أنت راعي مشاعره لعل لظرف، أو هو لا يريد هكذا أو تربى على هذا الأمر. فهذا الأمر جيد أن هو أن تتبع السنة، ولكن كذلك هذه السنة، ولكن الفرض هو إزعاج الآخرين، والأولى بنا أن نأتي بالفروض قبل السنن، وأن لا نحاول نأتي بالسنن ونهمل أن نترك الفرائض. يعني مسألة عدم إيذاء الآخر، عدم نعم إيذاء. نعم، نهينا عن إيذاء الناس وعن إيذاء المؤمنين، هذا أمر ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الإنسان أن يراعي أحوال الناس وأن يراعي ظروف الناس. طيب، وأن لا يزعج الناس في هذه المسألة. من القضايا التي تكثر أيضا ينهي الإمام صلاة العشاء وبينما هو يهم يعني باقي ثواني ويبدأ صلاة التراويح، تجد المسبوقين قد اصطفوا في نهاية المسجد وشرعوا بصلاة العشاء لوحدهم، ثم يكبر الإمام لصلاة التراويح فتكون هنالك تكبيران وجماعتين في المسجد، جماعة بالخلف تصلي العشاء وجماعة تصلي وراء الإمام التراويح، وهؤلاء يؤمنوا على هؤلاء وأولئك يؤمنوا على أولئك. فعلا فيه فوضى، وبعض المذاهب أنها تكرر هذا ولا تجيزه، ولكن نقول لهؤلاء الإخوة كي يبقى دائم، قلنا الصلاة فيها جمالية، جمالية الصلاة من أروع المشاهد اللي تراه وأنت ترى المصلي. انظر إلى مكة المكرم، أنت بعد الآفة لو معك مئات الألاف. أنا أذكر أن عالما ألمانيا كان ملحدا، وعفوا ليس عالما، كانه يعني رتبة عسكرية، فكان يتحاور مع مسلم، قال له أنت معك كم معك من الجنود؟ قالوا معي كذا بضعة ألاف. قال له بضعة ألاف يعني، قال كم يستغرق الوقت لكي يصطفوا في صف واحد؟ وقال يأخذ وقت طويل عندي معي، يستغرق وقتا طويلا. قال إذن سأدلك على أن فيه ملايين في دقيقة واحدة يصطفوا صف واحدا ولا ترى شيء. قال انظر إلى مكة المكرمة عندما يقول الإمام الله أكبر، لأنه قد اصطفوا صفا واحدا بشكل جمالي فيه من النظام وفيه من الجمالية وفيه من الإعجاز. لحظات من الإعجاز، هذا إعجاز من 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 إعجاز من إعجاز هذا الدين في لحظات، لا تستغرق لحظة واحدة. إذا نقول لهؤلاء يعني أن الإنسان يعني عندما يقف يعني يقف كما قلت
يعني أن يصلوا مع 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 باستطاعتهم أن يصلوا أن يصلوا التراويح بنية العشاء. بعض المذاهب يعني ترفض هذا، لكن نحن دائما نأخذ بالأيسر بالأيسر. مثلا المالكية لا يجيزون هذا، يرون لابد من موافقة نية الإمام للمأموم أن يتفق في النية، ولا بعض الشافعية يرى لا مانع ذلك. فنحن دائما نأخذ من خلال الدائرة الفقهية العامة والأشمل والأيسر، فيها يسر للناس وفيها نبذ الخلاف وفيها توحيد الصف، نأخذ به وهو الأولى في ولدنا. أن يصلوا معه، هو يصلي التراويح وهم يصلون بنية العشاء. أصلا من ناحية عملية، يعني أنت دخلت إلى مكان ما وجدت شخصا يصلي فالتحقت به، أنت لا تدري ما هي نيته بالضبط. نعم، تدخل فعمليا يعني نعم نقول حتى وانت ولو علمت نيته ان الامام هو سيصلي التراويح، يعني ماذا تفعل انت؟ هو يصلي التراويح وانت تنوي انها صلاه العشاء. نعم. وهكذا قد اولا قد تمينا بالامام وصلى بنا امام واحد. نعم. دون ان ترتفع الاصوات، وهذا نازل وهذا صعد، وهكذا قد حفظنا على وحدتي ولجماليه هذا الدين. اكرمكم الله، سنتابع معكم ونستقبل اسئله المشاهدين، ولكن بعد هذه الوقفة القصيرة مع الفاصل. من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي لكل زمان ومكان، ونهنئ كل من أكرمهم الله تعالى بتناول طعام الإفطار، ونسأله تعالى أن يكون إفطارهم إفطارا هنيئا وصيامهم صياما مقبولا، ونسأل الله تعالى لنا ولكل من لم يحظوا بذلك الإفطار حتى الآن أن يتقبل الله تعالى منهم صيامهم وأن يفرحهم بإفطارهم كما أفرحهم بصيامهم. أجدد التحية للشيخ شكري المجولي الدكتور والداعية إمام مسجد شمال لندن. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، أحدهم يبدو أنه في لحظة انفعال دفع زوجته بعنف فأذاها، والآن هو مطلوب للمحكمة في الغرب هنا في دولة أوروبية، ويطلبون منه أن يقسم يمينا على كتاب الله تبارك وتعالى حيث أنه ينكر ذلك، فهم يطلبون منه البينة واليمين عفوا، وزوجته مسامحة له، ولكن هو يجب عليه أن يقسم اليمين أمامهم، ويسأل عن أي فرصة لتسمح له بتجاوز ذلك مخافة التبعات التي ستحدث عليه. والله أنا أفضل أن نتصل بهذا الأخ ونأخذ منه بعض الأشياء الأفضل يعني. نعم. تمام، يعني يتواصل معك شخصيا. نعم نعم إن شاء الله. بعد لو الأخوة يأخذوا رقمه وأنا أكلمه إن شاء الله. إن شاء الله على خير. نعم نعم. تمام، إذا الزملاء تأخذون رقم هذا الأخ وهو شيخ يتصل به لاحقا. أم أنس معنا من فرنسا، تفضل يا أم أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل شيخ، ما حكم من يعني النساء يعملن حبوب منع الحمل يعني أون كونتينيو في شهر رمضان، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يعني أنت تقصدي أنه حبوب تنظيم حبوب تنظم الدورة الشهرية حتى يتمكنوا من صيام شهر رمضان كاملا؟ كاملا نعم إن شاء الله. خليك معنا، تحب تسألها أي شيء؟ في سؤال آخر؟ نعم تفضل. يعني عمل الكحل في العين، هل يفطر في شهر رمضان أم لا يفطر؟ يعني لي صديقة يعني عينها يؤلمها والكحل يعني كده يساعدها على الاستطباب. تسمعين الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أم أنس. إذا حبوب منع الحمل لتنظيم الدورة، نعم جائز، لا 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 حرج في ذلك، ولكن الأولى يعني أن تترك أن تكون على طبيعتها. الله سبحانه خلقها هكذا، لكن لو فعلت لا شيء عليها. نعم. جائز ذلك. الكحل لا يفطر، ليس لا يفطر سواء كانت. نعم. تحتاجه طبيا. نعم. أو لا تحتاجه. نعم. طبيا. نعم. صح. نعم. طيب أبو أحمد إيطاليا، تفضل يا أبو أحمد من إيطاليا. السلام عليكم أخ عدنان. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير على البرنامج العظيم وعلى الشيخ الجليل. مرحبا بكم. أريد أن أطرح شيئا. تفضل. هنا في إيطاليا وكالة الأسفار للحج وللعمرة، قبل سنوات كان المبلغ جد مناسب جد يعني قيد، الآن أصبحوا يتنافسون فيه وكأنه أصبح هذا الحج يعني مدخل للرزق لهؤلاء الوكالة الأسفار. مرة نعم. يقول لك بأن الفندق قريب، ومرة يقول لك بأن الدينار ارتفع، ومرة يعني كل مرة تجد يعني صعوبة. اتصلنا حتى بالقنصلية السعودية تعطينا تأشيرة لنذهب ولنقوم بهذا الفرض الذي فرض الله سبحانه وتعالى علينا ولهذه البقعة الطيبة، ونجد بعض الصعوبات. يقولك اذهب عند الوكالة الأسفار. وكالة الأسفار هناك كثير من الوكالة في المغرب نصبت على الناس
في الحج وفي العمرة، وهؤلاء الناس أصبحوا لا يصلون ولا يفكرون حتى في الحج، تركوا كل شيء. طبعا هذا مردود عليهم، لأنه بالأخير أخطاء البشر لا تنسحب على الدين، وشركة الحج والعمرة لا تمثل الله ورسوله، فيها بشر مثلهم مثل باقي البشر يخطئون ويصيبون. على كل تسمع توجيه الشيخ في هذا، هل من سؤال آخر يا أبو أحمد؟ أخ عدنان، ليس سؤال، عندي مشكل. بعثت النقود لحملة أغيتو حلب. نعم، ووجدت صعوبة في النقود الآن، هي في البنك البريطاني، ولكن المشكل اللي عندي بأن البنك وضعت في آخر التوصيل سوريا. إذا كان ممكن تبعث لي من فضلك إيميل لنبعث لكم أنا التوصيل لهذا المبلغ الذي بعته، لأن عنده شهر وعشرة أيام. سبحان الله، اليوم عنا على الهواء اعتبارا من الساعة 10 مساء بتوقيت لندن، 9 مساء بتوقيت جرينتش، حملة على الهواء لصالح نفس المؤسسة الخيرية، هي مؤسسة هيومن كير لسوريا. النصيحة، أنت بإمكانك أن تحول لنفس المؤسسة، لكن لا تكتب بالأخير كلمة سوريا، لأنه كلمة سوريا بتلخبط المؤسسات الرقابية، بتخاف من الكلمة بحكم الأوضاع السياسية. فأنت ممكن تكتب إنها كأورفان، كفالة يتيم، ممكن تكتب مساعدة محتاجين، ممكن تكتب قرض لحسن، أي كلمة زي هيك تخفف هذا الأمر. وعلى جميع الأحوال إذا أنت وجدت صعوبة، في عندك على الهواء بعد إذنك، في عندك على الهواء يعرضوا الشباب بعد قليل إيميل البرنامج، أرسل لنا بياناتك عبر الإيميل، نتواصل معك ونحاول أن نساعدك في ذلك. وجزاك الله كل خير على اهتمامك بتوصيل تبرعك. حياك الله، حياك الله. طيب سنسمع التوجيه على أبو أحمد ووكالات الحج، بعد ما نأخذ عبد الملك من بلجيكا. تفضل يا عبد الملك. أهلا وسهلا عدنان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل يا عبد الملك. وعليكم السلام. لو أستاذ، عندي سؤال حول الوضوء. نعم. الآية الكريمة التي تقول، رؤنا أنت والشيخ تكلمتوا على الوضوء. نعم. إذا الله تعالى تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، هل يجوز المسح على الرجلين بدل الغسل إذا قرأنا وأرجلكم بالكسر؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني حول التراويح. أنا هنا في بلجيكا إمام في المسجد يصلي بين التراويح، ولكن يعمل أخطاء كثيرة في القرآن الكريم، أخطاء فادحة، ما لا يعرف إنا من أنا وإلى من إلا، يعني أخطاء هو يعرف أنه أخطأ. فإذا أنت أفتيت له مثلا الآية، صححت له الآية، ولا لا يرجع ليصححها، فمثلا قرأ براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، وهي إلى الذين عاهدتم من المشركين، فلما الأخ أفتى له بإله فهو ما يرجع يصحح الآية، هل الذي يصحح له ينبغي له أن يسكت لأنه يرجع ليصحح الآية وهو يعرف أنه أخطأ؟ فهو يخطأ في عديد من الآيات، لا يعرف النصب من الرفع وهو يقرأ، المهم هو أن يتمم الجزء الذي يقرأه. فكيف يعني، هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام، أو الذي يصحح له يجب أن لا يصحح له ويسكت مثله مثل الناس؟ كيف يعني، كيف تنصح الذي يصحح وكيف تنصح هذا الإمام؟ جميل جميل، سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. حياك الله. لا مش هناخد اتصالات، بس نجاوب الأسئلة، أن نحاول نجيب الشخص ثم نرد على الذي بعده. أبو أحمد من إيطاليا كان يسأل عن شركات الحج والعمرة والمنافسة التجارية والخدمات الخمس نجوم والسبع نجوم في الحج والعمرة. فعلا هذه معضلة كبيرة ومشكلة. ارتفعت يعني الآن أسعار الحج إلى يعني وصلت إلى مرحلة حقيقة قد لا يطيقها كثير من الناس، حتى من أصحاب الطبقة المتوسطة، وفيه شطط حقيقة واستغلال لموسم الحج وموسم العبادة من أجل الربح، ولا ضير في أن يربح الإنسان، ولكن أن يكون الربح معقولا. كذلك أن تفكر هذه عبادة وهذا ركن من أركان هذا الدين، يجب أن تيسر للمسلمين وأن تذلل لهم الأمر، وأن لا تشطط في رفع الأسعار، وأن تتحول النية من مسألة تعبدية من تحقيق ركن من أركان هذا الدين إلى مسألة ربحية بحتة خالصة. فعلا أنا قلت وأقول منذ زمن الأخوة، قد يأتي وقت ولن يحج إلا الأغنياء والأثرياء،
يعني الآن سنعرف أحيانا نجوم خمس نجوم وبعد يعني أشياء حقيقة لا يعقل أنا في الحال تحول. أنا أحكي لك نعم. تجربة وأنت نعم. صححني. وأنا عشت هذه التجارب وذهبت إلى الحج أكثر من مرة مع أكثر من جهة وشاهدت ما يجري. الحقيقة اللي صاير معانا في مسألة الحج والعمرة صرنا أمام صنفين، يا إما بيكون حج بخدمات سيئة جدا بالضبط نعم، يا إما حج بيكون بخدمات فاخرة نعم. ما في حج بخدمات متوسطة يعني هو شركة الحج والعمرة يا بينام الشخص في منى في مخيم قريب من الجمرات وهو أكثر إشي كلفة وفيه كل الخدمات والتكييف وتشعر كأنك في ملعب يعني كأنك في حديقة غناء في وسط صحراء، أو تذهب إلى مكان في منتهى السوق. المشكلة إنه هذا سعره مرتفع جدا، وهذاك الآخر إذا أنت وفرته للناس يقول لك يا أخي أنا سافرت مع الشركة وودوني مكان سيء وودوني مكان، فصارت بعض الشركات بدأت تريح راسها تقول لك لا أنا ليش أنا أدخل في مشاكل مع الناس وكل ما أنا ذهبت إلى إشي أرخص بتكون كمان الخدمة والاهتمام أقل، لا أنا بأخذ الإشي الغالي وبدفع عليه بزيادة وبجيب الزبائن اللي ما يغلبوني ولا يوجعوا راسي ويروحوا على الحج ويأخذوا خدمات مريحة وأنا أرتاح. هو لأنك لا تنسى كمان الجهات المنظمة يعني عندها شوية قضايا يعني. أنا نحن نقول لا هذا ولا ذاك، دائما نحن نتحدث عن الوسطية، وحتى الوسطية هذا تشمل هذا المجال ومجال الحج والعبادة. يقول يعني الإنسان أن يراعي ظروف الناس وأن يربح، ولكن لا أن يربح ربحا مغال فيه الحقيقة، وفي هنا جشع، هذا نوع من الجشع، وأن لا نفكر في حقيقة العبادة في مقصد هذه العبادة وفي تحقيق هذه العبادة. أما مسألة واحد ترك إن الصلاة لأنه شركة الحج، لا لا هذا عليه. هذا طبعا هذا كله كما قلت من تلبيس إبليس على هؤلاء الناس، يريد أن يبعدهم عن الله سبحانه وأن يزين لهم سوء العمل. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا من تزيين الشيطان، هو يريد أن يوصلك إلى هذه المرحلة. أنا لا يهمني في زيد وعمر من الناس، أنا علاقتي بينه وبين الله سبحانه، إن أساء إلي هذا ما دخل الدين وما دخل الإسلام في إساءة فلان أو علان من الناس، هذا يجب أن نتجنب هذه الأشياء. عبد الملك من بلجيكا يسأل في قضية الوضوء وفصل فيها. نعم إذا تذكر سؤال. نعم أذكر. هو طارق في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وارفعوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فيها على الخفض وفيها بالرفع، وهنا فيها القراءات، فيها من قرأ هذا والقراءات متواترة صحيحة، ولكننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي المفسرة والشارحة والمفصلة، السنة العملية، السنة العملية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة وفيها تخريجات يعني علل القراءات وتوجيه القراءات، وهذا مبحث عظيم ونفيس لا، لكنني أقول بأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتوضأ، كيف نتوضأ، فكان النبي صلى لذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأصحابه، وهم خير من وطئت أقدامه بعد الأنبياء، الأرض بعد الأنبياء، فلذلك السنة العملية والسنة الثابتة الصحيحة المتواترة التي عليها كل المسلمين إلا بعض الفرق التي هي يعني نتحدث عن السنة فينا. نعم أنهم الغسل هذا أن تغسل رجليك، ومن لم يغسل رجليه، وهنا قال كذلك ابن عاشور وغيره هنا فسر هذه الآية أن المسح يكون عند يعني المسح يكون بعد أن تتوضأ وتلبس الجبار، وإذا انتقض وضوءك فهنا المسح يعني. أما الغسل هو يعني مثل فرقة الشيعة يفعلون هذا، يغسلون ولكنه يمسحون ليس على الجوارب وإنما على الأرجل دون جوارب، يعني على يمسحون لا يغسلون على الرجل، لا على الرجل لا يغسلون حتى لو كانت منزوعة الجوارب. لا، نحن السنة والنبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعون وعمل الصحابة وعمل التابعين إلى يوم الناس هذا أن الغسل فرض، لأن أركان الغسل، لأن فرائض الوضوء ما هي؟ هذه الأربع، هو يعني من بينها أن نغسل الرجلين وأن نمسحها على الجوارب، ولكن الغسل يكون يعني هو ركن من أركان هذا الأوسن. سألت سؤال فرق آخر مرتبط في الصلاة، أنا لا أذكر. التراويح نعم مش عارف إيش كان السؤال، سدلنا سريعا ذكر في مسألة التراويح. يا ريت يا عبد الملك تعود إلينا مرة أخرى لنسمع سؤالك في التراويح. يعني من المغرب عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا عبد الله، مرحبا بك. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا يا أخي. أهلا. الحمد لله، بارك الله فيكم. يا أخي بغيت نسول الشيخ، في المغرب كان هربوا بنوك ربوية، يعني ما بغينش نسلفهم بنوك ربوية، وكان عملوا واحد يعني 10 أشخاص 1000 درهم الواحد في المثال. دارت إن شاء الله، وهل يجوز ولا
نعم زائز زائز دارة زائز يعني هو جمعية يعني في مصر جمعية في المغرب يسموها دارة جائز جائز يا أخي جائز ما إن شاء الله ما فيها بأس جائز في ذلك جائز نعم. بارك الله فيكم معنا أبو عارف من لندن تفضل يا أبو عارف السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله. الله فيكم على هالبرنامج حياك الله يا والله قبل أربع أسبوع تقريبا شاهدت برنامج على الحوار مع مفتي لندن نعم وكان يشرح عن موضوع صلاة التراويح قبل صلاة العشاء لكن ما تابعته فبدي تفسير هل يجوز صلاة التراويح قبل صلاة العشاء؟ نعم طيب يعني طب ليش 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 انت مضطر لا بس عفوا ابو عارف بعد ابو عارف ابو عارف نعم. السؤال ليش انت مضطر لصلاة التراويح قبل العشاء انت مقيم في لندن يعني صح صلاة التراويح الشيخ قال بس ما كنت واعي للجواب لا بس حضرتك انت بتختلف على مكان الإقامة انت مقيم في لندن صح مقيم في لندن يعني لندن هذه الأيام لا تظهر لا على علامات العشاء خلينا على كل الشيخ موجود وهو أدرى مني في المسألة نعم تفضل. يعني أنا يعني السؤال هو أنا فهمت لكن أريد أن لو يحيل السؤال للشيخ هو الشيخ حسين حلاوة, الدكتور حسين حلاوة إن شاء الله لأنه هو إذا يعني إذا سمعت أيه المسألة من الشيخ حسين حلاوة أرجو أن ممكن لما أيه يكون معانا على الهواء الشيخ حسين يوضح لك بهذا السياق أيه لكن نعم أنا بحكي لك بالنيابة نعم عن الشيخ حسين أخي عموما هو جاز أقول لك هو جاز تقديم صلاة العشاء أن نقدمها وأن نصلي العشاء المغرب والعشاء نظر العلامة في هذه الأوقات لا تظهر في لندن وفي شمال أوروبا فهو كله مسألة تقديرية واجتهادية نحن نقدر ونجتهد فإذا صلى الإنسان جمع بين المغرب والعشاء ثم صلى العشاء بعد صلى التراويح بعد صلاة العشاء فهو جائز من الناحية الفقهية ولكن أنا أقول نستطيع لكن خلي الشيخ حسين أنه هو يعني قد حاط بهذه السؤال وما السؤال يعرف من سأله هذا السؤال فيجيبه لا نريد أن تتضارب الأجوبة ويكون هو يعني إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله يكون الشيخ معنا ويجيبك على ذلك ما شاء أبو عارف حياك الله معنا أميمة من فرنسا تفضل يا أميمة نعم وعليكم السلام ورحمة الله ترفع الصوت قليلا يا أميمة مرحبا بك نعم أنا يا أخي أدخر لي أداء فريضة الحج والعام في هذا العام بعد كنت وعدت بصدقة لمؤسسة والبنك ردها علي ثم اضطررت أن أقدمها لشخص آخر كان في حاجة إليها وأريد أن أعرف مدام وعدت هذه المؤسسة هل أؤخر الحج حتى أوفي بوعدي لهذه المؤسسة أم أقوم بفريضة الحج إن شاء الله هل سبق لك أن الحج أم لا؟ نعم هل حججت من قبل أم لا؟ لا لا أي طيب نعم. تفضل طيب أختي إن شاء الله أنت اتصلي بالمؤسسة وقولي لهم أنك إن شاء الله لن ستحجين هذه السنة بإذن الله ولكن عليك أن تلتزمي بتسديد لاحقاً. هذا لاحقا بإذن الله ولكن قولي لهم أنك لازلت على عهدك هي بدلت جهدا نعم. وانت حاولت إن شاء الله ولكن أنت فعلت ما عليك وإن شاء الله حجي وعندما تعودين الحج إن شاء الله تستطيع أن تسديد هذا المبلغ الذي وعدت به جهة خيرية يعني ولا إن شاء الله لا حرج شيء عليك ولا حرج بإذن الله فرج من ليبيا تفضل يا فرج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك أخي حياك الله أخي على البرنامج الطيب ونحيي الشيخ الكريم على هذا المجهود الطيب الله يكرمك لو طلب يعني من الشيخ إذا كان في نهاية الحلقة إذا كان يسمعنا من تلاوة من القرآن الكريم لو سمح إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك الله يخليك جزاكم الله خير على البرنامج الطيب نعم معنا من فرنسا مين معنا عبد الرحمن فرنسا عبد الرحمن أهلا وسهلا يا أخي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا اللهم تقبل منا منكم إن شاء الله أخي عدنان والله القضية مشغلنا يعني الحج ولا تجارة 5000 أورو يا أخي الفرد واحد يعني الإنسان هو الزوجة له 10000 أورو يعني هل منطبق علينا الحد الدراسي في الحج قبل أن تحجوا يعني فرق كبير ما بين التسعينات والآن صحيح بس ما هو كل شيء ارتفع لا كل شيء ارتفع أنا ما بدي أدافع عن شركات الحج لكن أيضا الأجور ارتفعت يعني أنت نفسك كنت تسافر في التسعينات على بلدك سواء كانت المغرب أو الجزائر بنصف التكلفة التي تدفعها الآن لا
لا لا، لكن يعني هناك يعني حيل في الناس اللي كيتاجروا في الناس، كاين الناس هما صحيح هؤلاء المتاجرين بدنا نحذرهم ونحذر منهم، لكن لا نستطيع ان نعمم. ليست كل الشركات سيئه، في شركات فيها ناس طيبين محترمين يخافون الله ورسوله يعني ويصيرون على هدي رسوله. نعم كاين شركه اتراك ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني لا بدون اسماء بدون اسماء كل الناس خير وبركه يعني. طيب ايش السؤال؟ بس ايش السؤال اخي؟ السؤال يا اخي هذا هو يعني هذا ارتفاع في الحج يعني هل من طبق الحديد الرسول صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ان تحجوا؟ طيب تسمع تعليق الشيخ حياك الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، ولكن هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، قد تكون حروب قد تكون اشياء، قد يكون هذا يدخل من ضمن هذه الاشياء. الانسان يعجز على اداء فريضه الحج لارتفاع التكلفه ولارتفاع الاسعار ولعجز الناس يعني عفوا نعم. انه من استطاع منكم هي مرتبطه استطاع لا لا يعني احنا نناشد شركات نعم. الحج والعمره نعم. نناشدهم نعم. ان يخفضوا نناشد الحكومات نعم. ان تسهل نعم. يربح جزءا معلش يربح جزءا وكذلك يراعي في تجارب ماليزيا نعم. وغيرها من اول ما يبدا الانسان حياته بالضبط عنده صندوق التقاعد عنده صندوق للحج يدخر به صحيح للحج. صحيح يعني هذا نحن ما شاء الله التجربه الماليزيه تجربه رائده يعني يجب ان يقتدى بها الحقيقه نعم وهي مشكلات في هذا السياق نعم الحج نريد حقيقة. كما وعدنا اخانا نعم ان نسمع شيئا من القران نختم به حلقتنا لهذه الليله ونودع المشاهدين قبل ان تقرا حضرتك في امان الله. نشكر كل من تابعنا نختم بشيء من القران الكريم في امان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم.